20 كيلو اني بتابع الدكتور وعد اللي بعتبرها النسخه العربيه من الشوكولاتات والحلويات وكوراثه من عيلتي. فوق ال 30 نسبه الحلو والجنك فود. عايزه تبداي لايف ستايل حياه صحيه لوحدك. الاسبوع الجاي ده كداب. البنت اول ما تروح الجيم هتعمل عضله والاصحاب والخروج. ابداي 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 ياكلوا بيتزا برجر قدامي وانا الشريره. ان انت ملتزمه بالخطه بتاعت ان انت 24 ساعه ان انت عماله تاكلي. لا ان ابطل بقوم جايه نايمه. هو النهارده يعني زي كل يوم دايت ولايف ستايل. التنفس يا جماعه مهم. التحديات اللي هي بتبقى 30 يوم اصحاب السوق ده تبعدي عنه. حد ياكل انتوا تجوعوا. ان الدهون بدات تنكمش. تكملي في الرحله دي صح. بعمل اكل يا جماعه بصراحه ما بياكلش ما بيعرفش يلتزم بالدايت. طبعا احنا عايشين حياتنا بهدف.